للحديث عن التحديات والعنصرية التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية معنا من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قرصلي. دكتور جمال، بداية مرحبا بك. وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تقول أن نحو 92% من المسلمين عانوا من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة. نتساءل دكتور، يعني المسلمون في أوروبا أو الغرب رغم يعني مكوثهم عقودا من السنين، عشرات السنين مع الأوروبيين ومع الغربيين، ولكن إلى الآن هم يواجهون تمييزا عنصريا، لماذا؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين، ورمضان مبارك بالجميع. رمضان مبارك. نعم، في أوروبا ولا 25 مليون مسلم، ولكن للأسف هذا العدد الهائل هو ليس موحدا، وللأسف لا زال قسم منه متناحر مع بعضه البعض، ولم يشكل إلى هذا اليوم يعني قوة ضاغطة، قوة انتخابية أو مجموعات قوية تؤثر على القرار السياسي في دولها. وعندما يعني يكون هناك ضحية لهكذا أمور فتصعد الأحزاب اليمين المتطرفة على ظهر المسلمين وعلى ظهر المغتربين لكي تربح الأصوات. وعندما ترى هذه الأحزاب بأنها عندما تؤجد هذه المشاعر ضد المسلمين وتربح الأصوات فهي تزيد من ذلك، وللأسف هذا يأتي من ضعف المسلمين وعدم ترتيب بيتهم وعدم قوتهم هناك وعدم تضامنهم مع بعضهم البعض. وطبعا هو ضحية لكل الأمور التي تتم في العالم الإسلامي. إن حصل شيئا في أفغانستان أو في أي مكان ما يعني لا يرضى فيه حتى المسلم، أي مسلم يشتبه به، ولكن يعتبرون المسلمين الذين يقيمون في الغرب بأنهم هم المسببون لهذا هكذا أعمال. فلذلك هنا المسلم حقا الذي يعيش في الغرب هو يكون ضحية ما يتم في العالم الإسلامي كله، ولا يوجد من يدافع عنه لا في الداخل لا من الساسة البلاد التي يعيشون فيها ولا من الساسة البلاد التي يأتون منها. طيب دكتور، لماذا فشلت القوانين الأوروبية بوضع حد لهذا التمييز العنصري؟ يعني مهما كان هم يعتبرون يعني مواطنين أو لاجئين أو إلى آخره من التسميات والتوصيفات، يعني هم يعيشون معهم متعايشون معهم، ما ذنبهم إذا كان هناك قوانين دولية، سياسات دولية، غزوات، احتلالات، مصالح دولية؟ هؤلاء أيضا مواطنون ولا ذنب لهم. أين هي القوانين الأوروبية التي تحمي حقوقهم كبشر، حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق؟ طبعا هناك يوجد حقوق إنسان، يوجد حقوق أخرى، ولكن حقوق للمسلمين كمسلمين لا يوجد، لأنهم يوضع تحت حقوق الإنسان أو المواطنة أو غير ذلك. ولكن للأسف يعني السياسة الغربية لا تحاول ذلك أو لا يتجرأ أن يقوم بهكذا أعمال أو يخاف من قيام بهكذا أعمال، لأن عندما يدافع عن المسلمين فإنهم سيضيعوا الأصوات الأخرى من الأطراف الأخرى التي حقا هي ضد وجود المسلمين في هكذا دول. أنا مرة تكلمت مع رئيس الألماني السابق يوهانس راو، كان رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين فيسفاليا، وقلت له سيد الرئيس يعني لماذا لا تهنئون المسلمين في أعيادهم، أو بالأحرى طالبت بيوم عيد للمسلمين. قال لي عندما أنا أطالب بحقوق المسلمين لا ينتخبونني بل ينتخبون من ينافسني، ولكن علينا أن نصل إلى نقطة بأن يكون للمسلمين دورا كبيرا ومهما أن يتجرأ السياسي الغربي أن يدافع عنهم، وعندما يدافع عنهم يربح الأصوات ولا يخسرها. وللأسف لا زال المسلمين بهذا الشكل هم ضعفاء وهم مطية لكل حزب يعني فاشل يريد أن يكسب الأصوات، فهو يمتضي على ظهرهم لكي يكسب الأصوات. للأسف في الغرب لم يتم المحاولة لعمل هكذا. دعني أذهب إلى نقطة أبعد من ذلك، لم نستطع أن نصل على مستوى الأمم المتحدة أن يعني يكون هناك ميثاقا أو تكون هناك قوانين ضد من
من يمس بكرامات والمسلمين ودينهم وقرآنهم وأنبيائهم، فلذلك يجدون هذا مسموحا. فلذلك نجد أن هناك في النرويج والسويد وفي دول أخرى يحرقون القرآن الكريم ويقوم بهكذا أعمال، ولكن لا تتم معاقبتهم. وهذا كله يأتي للأسف من ضعف المسلمين وضعف دورهم في المجتمعات التي يعيشون فيها. نعم. هنا طبعا نسمع عن الإسلاموفوبيا ونسمع أيضا عن التمييز العنصري ضد المسلمين، ضعف أو عدم وجود مرجعية ذات ثقل في العالم الأوروبي أو الغربي تحاول يعني أن تدرع عن المسلمين على الأقل ما يتعرضون له من اتهامات باطلة. هنا الإسلاموفوبيا يعني هل بلغت بالخطورة بمستوى الخطورة أعلى مبلغا في أوروبا والغرب خلال هذه المرحلة بالإضافة إلى التمييز العنصري؟ أنا أصور التمييز العنصري هو مبني على الإسلاموفوبيا. هناك من يقوم بالإسلاموفوبيا، من يخوف المجتمعات بالإسلام وأن الإسلام دين يعني إرهابي، أو من هناك من جعل اسم الإسلام ملتزما وللأسف مع الإرهاب يخوفين مجتمعاتهم، وبهذه الإخافة فهم يوصلون إلى الإسلاموفوبيا، وعندما يصل إلى ذلك فتكون سهلة عليهم أن يقوموا بأعمال عنصرية ضد المسلمين. للأسف العنصرية شيء خطير والإسلاموفوبيا شيء خطير، ويكون هما حقا شيئان متلازمان، وهذان سيتمان بشكل بهذا الشكل إلى أن يقوى المسلمون في هذه الدول ويستطيعوا أن يقفوا وجه كذا أمور. ونحن نأمل طبعا أن يأتي كذلك دعما من الدول الإسلامية. عندما دعني أقول مثالا، عندما حصل شيء بالنرويج أو يحصل شيء في نيوزيلندا، هل كان هناك شجبا من الحكومات والقادة المسلمين أن مثلا يطلبوا سفراء الدول ويستنكروا ذلك؟ للأسف لا يوجد ذلك. يعني دعني أقول بأن حقا المسلمون في الغرب هم يتامى من السياسة بلادهم التي يعيشون فيها، ويتامى من البلاد التي يأتون منها، ولهذا تكبر الإسلاموفوبيا وتكبر العنصرية ضدهم. شكرا جزيلا من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك.